في ليلة شك كادت أن تكون طريقا إلى اليقين إلى الجنون إلى أن يأتي يوم قد يقضي السكون ويبقى سؤالي إليك جهرا لا يهون وما غير الصبر لداه دواء بعدما انكسر الأمل والكبرياء ولم يبقى من بعدي سوى الهراء بكيت جهرا ورفعت رأسي إلى السماء باش نمشي نطلع عليهم بعد باش نعمل عليك باش نمشي للسهرية اللي في داري وحدك. شنو تحكي بجدك ماك جاية؟ هيا شمسة ما ماكش صغيرة عايشة اختي هاني وقفت معاك من الأول تعاود تنجم تسلك أمورك وحدك يا دار. طلبتك البارح ما جاوبتنيش. سامحني با البارح عندي ديكا دورجونس وكل. علاش قلت باش تعاوني وأنت ما تعرفنيش وهكا عطيت فيا الثقة؟ لو مامون اللي قلت لي ما نجيبش الصغار شفت في عينيك وجعت في نعيش فيها ديرني في بالك يلي نهواك شو يحكي الدكتور بن عبدالله ذي؟ دكتور عن كوا؟ طبيب ولا عندك دكتوراه في حكاية أخرى ولا؟ شو حكايتك بالضبط أنت؟ أبيس؟ سافا؟ من تعرفها اسمه؟ ها؟ من تعرفها؟ أيوة شو يحكي الدكتور بن عبدالله ذي؟ دكتور عن كوا؟ طبيب ولا عندك دكتوراه في حكاية أخرى؟ شو حكايتك بالضبط؟ لا ما حد حكاية اسمعني وخاطر يحيى راك كل مرة طلع لي بحكاية ليه مش حكاية كذبت عليه في حتى شيء مي بون سيب بون اسمعني ليه دمان إن شاء الله لاباس يا عبد العزيز. عايش ولدي تعبتك معايا. لا ما عندي حتى مزية، احنا جيران وعشرة راه. بلايتك تعرف عاد وقتاش تاخوهم سي عبد العزيز هكا ولا؟ أي سافا شو تحس في روحك؟ الحمد لله لاباس الحمد لله. لا لاباس إن شاء الله لاباس. يعطيك الصحة. سي عبد العزيز من غير ما نوصيك. كيما تفهمنا في الماكلة. دكورت وحاضر باش. حاضر باش ويعطيك الصحة ونهارك أسعد الأيام. يعيشك يعيشك يعيشك. اسمع شمس، عارفي راهو متقلق شوية من الكريديت نتاعك، ووصاني باش نعطيك الفاتورة هذي. بلوس عندكم ثلاثة شهور ما خلصتوش. سامحني مش منا بتا باش يصبونا الغومبورسمون. نجيب لك 500 توا نقول باش تبيهم روحو معناها لو طون نكملو يوم متخرين. خير من بلاش، خليه يسكت علينا شوية. عايش خويا، لحظة بركة. تفضل. سامحني عايش خويا. قول
يميتو ونكملوا الباقي باهي ما فوتش الجمعه الجايه باهي انا كان جيت فارماسي نتاعي راهم ناخذ عليكم حتى فرانك عايشك بسلامة عايشك وعايشك خير بابا اش تحس في روحك لا لا بس باهي الحمد لله تفرجت شوية سافا انت مهم انت سافا انا ندرى سافا شنو عملت لنا فطور اليوم شنو تحب تاكل والله ماذا بيا صحي انا مشخشخ باهي تدل سي عبد العزيز باهي تشوفوا لو كونستون بيولوجيك كل نص ساعة اوكي يعيشك ان شاء الله بس اهلا دكتور مهدي. دكتور عبد الله شنو احوالك؟ لاباس عليك؟ سافا بروفيسور؟ سافا. لاباس؟ اش عامله فيك الدنيا يا ولدي وقتاش باش ترجع؟ هاني انا نحاربتو قاعدي. اي دكتور باش تحقق باش تعاوني شويه. مرحبا بيك في كل وقت. نعاونك باش نعمل. نحبك تجيب حذايا لهنا ها؟ ان شاء الله. سير. ان شاء الله. جيب حذايا الكابيني. اه داكورد. اسمعني انا هكا كنت جايك. يا اخي انا تعرضت لك في ثنيه. وقتاش تعمل هنا؟ والله يا خويا رحت عندكم مع عمل اكسيدون. اي ما تقوليش باش نتلاو بيه بالكدا لا لا باس تلاو بيه بالكدا وصافا وباش يخرج ان شاء الله عن قريب اي اوكي يعيشك سامفوت كلمك ا بيانتو سلام حسن سلمك وين وشاطرك؟ اللي تعرف أكثر مني وين وشاطري وليالي نزلك على جمس شبيك كأنك متقلق أي متقلق مانيش راجل باش تغير مني ماكش مرأة زاد اش قام سابين؟ تعمل الخير ماذا باقي؟ قلت لك مع شمس ما تعجبنيش عليه سمعت عليا حاجة ولا ريت عليا حاجة؟ نعرف عليك كل شيء شو متبديش تفلم عليا رامي ما تيكش قلت لك ابعد على شمس اسمعني شو اسمك؟ توكي شمس تقولي ابعد عليا وماش تحكي معايا توني بدي عليها قلت لك ما عادش تدور بشمس خوفتني زهر ما كانش تضربني هاني حاطك في مخي فهوشي بيدي أنس أنس جارك؟ ريسكم قبلني لا أنت هبلت وليت تشك في الناس الكل أنا من ناحية هبلت والله هبلت عندك الحق وليد عمري ما سمعت عليه حاجة خايب داخل خارج علينا صحابه الوليد يلعبوا باسكيت مع بعضهم جي يفطر يتعشى ساعات عشرة يا معناتها أما المشكلة اللي أنا 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 دخلت في لوجيك نتاع وليت نشك في الناس الكل ما أنا عندي ثقة في حد حد هكت المشكلة في هنا راهو فاهمها الحكاية يا حميد بربي وين ماشي بيك الشيء فالمك بي عايش بالحرام شان تو اش قولك كان تشوف طبيب طبيب شنو ما نعرفش طبيب يحيى شنية طبيب اش تقصد بطبيب شنو معناتها ما تمشي متسقيه عند بسي نقول له مرتي راه عرفت راجل اخر ومشيت معاه وجابت وليد لصقته لي باسمي انا لا مش هذا شو نقول له معناتها اللي انا ستيريل حكيت هذوما نمشي نحكيهم للطبيب انا حكيت هذوما نمشي نحكيهم لصاحبي ما نحكيهمش للطبيب تفهمي ولا لا وما بيناتها سامحني في الكلمه اذا كان حكيتي ولاو يقلقوك فهمنا ما قصدتش هكا لا لا من غير خش نورمال ما يقلقنيش يا ايمن عارف اش خرج من فمك المراجل اللي من فمي مش حكيت سميعها مان سيبوه هكا هاي تقوم
شنو قومش قوم نعملو تصويره كيف يصلي عليه ذي قلب تيات والله والله مش قيس عليك الضوء تيات بجوري هاي تيات يا جماعة جايين عندي كاستينج من بعد هاي يضوء شنو شو جيس تضوء جيس تصويره فا الله يا ربي هديك وين هوني هاي غادي اه على ساعتك هاي نقص حاجة ها تبسيمة تبسيمة أمان والله ما خدت قاعد ريعاً